سيد أحمد، يعني طمنا على الوضع في المنطقة، كيف يبدو الآن؟ السلام عليكم أخوتي، بسم الله الرحيم، وباسم شعب القطرون العظيم طبعا أترحم على أرواح الشهداء أكبرنا الذين سقطوا في سبيل إحلال الأمن في القطرون وفي جنوبنا الحبيب. وطبعا في الأيام هذه لا يخفى عليكم وضع الجنوب أيضا. نعم أخي الكريم، الأيام هذه عندنا مشاكل واجدة في القطرون في الجنوب في منطقة أم الحرام، وضيوفك الكرام مع احترامي لهم عندي سؤال، هل زرتم الجنوب يوما؟ والأخ فرج دردور كما قال في شهادتي هنا معارضات سعودية وموجودة في منطقة أم الحرام ما إلى ذلك. أنا أؤكد لك أخي الفاضل. نعم تفضل. نعم تفضل، الكل يستمع إليك. أؤكد لك أن هذه مجموعات إرهابية مسلحة دخلت ليبيا من شهر 2 في 2011 في النظام السابق. نعم. نعم جلبتها الحكومتان، كلا الحكومتان من ليبيا جلبتها إلى ليبيا لكي تحل الحرية والاستقلال. والآن أيضا على وجه المثال في الجبرة، عندنا بعد الجبرة 30 كيلو في الجبال في مجموعات مسلحة. من هذه المجموعات المسلحة؟ من اللي جايبها؟ نعم، هل لديك إجابة؟ من اللي جايبها؟ هل لديك إجابة؟ عندي إجابة. مني بقول مني اللي جايبها؟ اخوتي جاوبوني، من اللي جايبها؟ لو عندك اجابه فيدنا وخلي حتى المشاهد الكريم يستفيد. اكيد جايبتها حكومه الشرق ولا حكومه الغرب. الحكومتين اللي يجيبوا في مرتزقه. اها. قاعدين مرتزقه. قاعدين والوزراء والنواب كل السياسيين ماسكين جداتهم وقاعدين في الفنادق، ما عندهم خلفيه على الجنوب، ويطلع يقول لك الجنوب مرتبك والجنوب مرتبك. في حد فيهم شاف الجنوب؟ طيب هل تواصلتم مع هاتين الحكومتين في الشرق والغرب؟ هل من مساعدة لكم؟ والله ما جابوا لنا ولا مساعدة ولا حبة ولا حتى شيشة المية، ما جابوا لنا من لا من الشرق ولا من الغرب. هؤلاء الميليشيات المسلحة المحاصرة حاليا في منطقة شركة أم الأرانب والميليشيات التي هربت إلى الحدود التالية. طيب كان يمتلكون السياره المسطحه، لا يمتلكها الا الجيش الليبي كما يقال في الشرق اخي الكريم. نعم يعني وانا مسؤول عن كلامي. نعم، هذه القوات التي تتبع المعارضه الشاديه تملك اليات وسيارات مسفحه لا يمتلكها الا الجيش كما وصفته الموجود في الشرق. نعم اخي الكريم. طيب كيف امتلكتها القوات الأجنبية الشادية تمتلك سيارة مسطحة للجيش الليبي؟ نعم. طيب كيف تعاملتم مع الموقف الآن؟ دعنا يعني في أرض الواقع الآن، كيف تتعاملون مع الموقف على الأرض؟ اشرح لي الوضع الميداني كيف يبدو الآن؟ 11 شهيدا نحن عند الله من الشهداء. نعم نعم. طيب سقطوا فداء لجنوبنا الحديث، شعارهم والموت من اجل الكرامة فخرنا. وان الان كل الكتائب الامنيه، كتيبه شهداء ام الارانب، كتيبه الصحراء، كتيبه خالد بن وليد في ام الارانب، والقوه المسنده للشرطه من مديريه امن القطرون، كلهم الان باتوا اياما وليالي في الصحراء، وانهم الان يحاصرون وتر المجرمين. نعم، تجمع هذه القوات مع بعضها البعض، يعني هل يشكل فعلا رادع للقوات التشاديه المعارضه؟ هل سيدحرها تماما؟ نعم. طيب أنا أؤكد لك اننا كفؤ مقاتله هؤلاء الشرادم، اكرمكم الله انتم والتابعون.
طيب هذه تحدثت قبل قليل يعني عن ربما دعم الجيش كما وصفته الموجود في الشرق للمجموعات المسلحة والمعارضة، يعني هناك كتائب في الجنوب تدعي انتمائها وولائها لحفتر، هل تتلقى هذه الكتائب دعم من حفتر في هذه الحرب؟ أخي الكريم، كتائبنا الأمنية وقواتنا المساندة الدعم الخاص من جيبها، يعملون بجيبهم من مالهم الخاص، يشترون السلاح للدفاع عن الجنوب. نعم. طيب أرضنا ونحن فيها، إما نموت تحت الأرض وإما نعيش فوقها أعزاء. أخي الكريم، طيب نريد الآن نعرف بالتحديد يعني لو الذين رشحناهم رشحناهم لهذه المناطق إنهم يجلسون في القنابل في تركيا وفي بلدان الغرب. طيب أين الجنوب يوما وأين مسؤول عن جنة؟ طيب أين تحاصرون المعارضة التشادية الآن؟ حدثنا عن جغرافيا المعارك الآن. إنهم محاصرون في الشركة السينية في أم الأرانب. محاصرون في أم الأرانب هم الآن. نعم. بكم يقدر يعني عدد في الأيام القادمة إن شاء الله؟ سيد أحمد، بكم يقدر عدد هؤلاء المنتمين للمعارضة التشادية والمحاصرون الآن؟ أيضا عدد الآليات، نوع الأسلحة، الذخائر الموجودة. يملكون سلاح نوع 23 مضاد للطائرات، ويمتلكون الأسلحة الخفيفة أيضا. من أين لهم هذا؟ كل السلاح هذا جاذبنا ممكن من أي الحكومتين، هذا حكومة الشرق وحكومة الغرب.